أنا داليا المدهون، أخصائية نفسية لدى مركز الإرشاد النفسي الجامعة الإسلامية، خريجة إرشاد نفسي وتوجيه تربوي من قسم علم النفس الجامعة الإسلامية. تخرجت بتقدير امتياز. بعد ما تخرجت سمحت الفرصة أني أطبق وأمارس كل اللي تعلمته خلال فترة الأربع سنوات دراستي في الجامعة الإسلامية، فكانت الفرصة أني أطوع في مركز الإرشاد النفسي داخل قسم علم النفس الجامعة الإسلامية، وهذا الإشي زاد مهاراتي لأني قدرت أني أعمل كأخصائي نفسي مع جميع فئات المجتمع، كبار صغار، رجال، نساء. أنا مصطفى البلبيسي، خريج من قسم علم النفس كلية التربية بالجامعة الإسلامية. علم النفس مفيد يعني للحياة العملية وساعدني كثير على الصعيد الشخصي، ومن خلاله قدرت أني أكون فريق شبابي وأنزل على الميدان وأستخدم الحاجات اللي تعلمتها أنا، وسعدت أنه قدرت أساعد كم كبير من الناس. اسمي سلسبيل موسى، إرشاد نفسي من الجامعة الإسلامية. تخصصنا مجال واسع، بيمنحنا الفرصة إنه إحنا نشتغل في عيادات، في مستشفيات، في جامعيات، في مؤسسات، في مدارس. اسمي عبد الله رصاص، من طلاب الجامعة الإسلامية، تخصص صحة نفسية مجتمعية. بحب أحكي إنه تخصص علم النفس هو تخصص رائع، ببصرك بحالك وكمان ببصرك بالعالم المحيط حواليك، وبهيك بتعرف تنسج علاقات صحية سليمة مع مجتمعك. اسمي داليا القزاز، إرشاد نفسي من الجامعة الإسلامية. بنصح الجميع إنه هو يتخصص إرشاد نفسي لأنه بيساعدنا على التعامل مع فئات المجتمع المختلفة من كبار سن وأطفال ومعاقين. أنا يحيى هاشم أبو خضير، أدرس علم نفس في الجامعة الإسلامية كلية التربية. قدرت أتعامل مع الأطفال والصغار وذوي الاحتياجات الخاصة، وأثر علي من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في حياتنا قد نتعرض لبعض الضغوط النفسية التي نحتاج أن نتجاوزها كي ننعم بالسلام الداخلي، ومن أجل تحقيق هذه المهمة نلجأ إلى المرشد النفسي. حلقة جديدة وتخصص الإرشاد النفسي، وتميز بانضمامك. المرشد النفسي يقدم خدمات على مختلف الأصعدة ومختلف المستويات الوقائية والنمائية والعلاجية. الهدف الأساسي من الإرشاد النفسي هو مساعدة الآخرين، مساعدتهم على حل مشكلاتهم، على فهم ذاتهم، على التخفيف من مشكلات الناس، ومساعدتهم على تجاوز هذه المشكلات. كل المساقات تقريبا لها جوانب عملية ولا تقتصر على جانب النظري، وذلك لتأهيل الخريجين لسوق العمل، وهذا مما يميز قسمنا عن باقي الجامعات. خريج الإرشاد النفسي لديه أوسع نطاق من مجالات العمل، فهو يستطيع العمل في وزارة الصحة من خلال الطب النفسي ومراكز الصحة النفسية المجتمعية، يستطيع العمل في وزارة التربية والتعليم كمرشد مدرسي، يستطيع العمل في الأونروا كمرشد مدرسي وكمرشد صحة نفسية في عيادات الأونروا، يستطيع العمل في الشؤون الاجتماعية كمرشد أيضا، وفي مراكز التدريب المهني ومراكز رعاية الأحداث. كما يستطيع المرشد النفسي أن يعمل في مجالات الـNGOs والجمعيات الأهلية في مختلف المشاريع الخاصة بالدعم النفسي. يستطيع المرشد النفسي العمل في مختلف مجالات، لأنه الصحة النفسية واحدة من المجالات التي تندمج في كافة مجالات العمل المختلفة.